مواساتك لشخص يعاني من أزمة يكسبك مكانة خاصة في قلبه دون أن يشعر، لأن المشاعر في وقت الشدة تكون في كامل نشاطها. إذا نظرت إلى من تحبه وهو يضحك، فإن دماغك ينشط ويرسل إشارة لشفتيك بالابتسام في أقل من لحظة. لا يمكننا أن نميز رائحتنا أو رائحة بيوتنا أو الأماكن التي نطيل الجلوس فيها بسبب حالة عقلية يتكيف فيها الدماغ مع الروائح المألوفة حتى يمكنه رصد أي رائحة غريبة من أجل حمايتك من أي خطر يهددك. من رأى في نومه أنه متجرد من ملابسه فهذا يدل على نقطة ضعف في حياته، وأنه يحاول أن يخفي شخصيته الحقيقية عن الآخرين. عندما تبدو المرأة باردة المشاعر وبلا أحاسيس فهو أمر يخالف طبيعة المرأة، لكنها تلجأ إليه فقط كحيلة من حيل الدفاع النفسي بعد أن تتعرض لتجارب نفسية سيئة ومؤلمة. كلما ازداد نضجك العقلي واستيعابك لأمور الحياة كلما قلت فرصتك في الاستمتاع بها. الشخص الذي ينتقد كل شيء صغيرا كان أم كبيرا يعاني من ضعف ثقته بنفسه، كما تعاني من ارتبطت به عاطفيا، لأنه يصبغ حياتها باللون القاتم. نسبة 85% من الناس يشعرون بالرغبة الشديدة في الكلام مع شخص ما، لكنهم يمنعون أنفسهم من ذلك أملا في أن يقوم هذا الشخص بالتكلم معهم أولا. بعض الناس يميلون إلى إزعاج الآخرين واستفزازهم ومضايقتهم بدون أي سبب، سوى أنهم يجدون سعادتهم عندما يعكرون صفو المكان والوقت الذي يتواجدون فيهما، وهي حالة اضطراب نفسي تسمى الحضور العاطفي السلبي. اللون الأسود يفضله الشخص قوي الشخصية الذي يعلم كيف يسيطر على مشاعره ويخفيها كما يشاء، لأنه يحترم الخصوصية في كل شيء. في حالة الغضب الشديد تستطيع الفتيات أن تكتب على لوحة المفاتيح بسرعة فائقة تصل أحيانا إلى 3 كلمات في الثانية الواحدة. قيل في الحكمة: السمكة التي تبقي فمها مغلقا لن يصيدها أحد، فليس هناك أنجى من الصمت في زمن الفتن.